أم شاري ما قدرت تتحمل الوضع، أطلبت من ولدي مشاري العود يقعد معاي ويراقبني ويقدم لها تقرير مفصل، وعرفت إنها عطت ممرضة فلوس علشان تراقبني مراقبة دقيقة. أنا عرفت هالأشياء هذه بعدين. أنا بروح يا أبو مشاري، ما تبي مني شيء؟ سلامتك. وأنت مشاري متريح ويا أمك؟ أنا؟ لا قاعد وياك يبا كم يوم. ودروسك وامتحاناتك؟ يبا تو الناس على امتحانات الثانوية العامة. كأنك ما تبي نقعد وياك يبا. معقولة؟ أنت ولدي العود. عيل أنا ترخص. مشاري دير بالك على أبوك. عفا عليك أمه، لا توصل حريص، هذا الوالد. يلا عيل مع السلامة. الله يسلمك. الدواء يا ابو مشاري. اعطينا الدواء، انا اعطي حق الوالد وانت تفضلي. ونجحت ام مشاري بزرع مشاري ولدها بالمستشفى، يراقبني مراقبة دقيقة، وقدر يمنع أمينة من دخول غرفتي، وبدت امتحانات مشاري وترك المستشفى، ورجعت أمينة تدخل غرفتي. في يوم صار بيني وبين أمينة شيء، دخلت غرفتي وسكت الباب وقعدت يمي. في اللحظة هذه حسيت إن الدنيا جنة، وصوتها جميل كأن مقطوع شعرية. موعد كشف يا عمي. صباح الخير. صباح النور يا دكتور. ها اخبار الصحه ايه النهارده؟ مثل ما انت شايف يا دكتور ما شاء الله. دي حفيدتك دي عشان كعاني ومساعد يرضى يسعدني بحفيده مثل مريم، وهو مضرب عن الزواج مو راضي يفرحني ابدا يا دكتور، كانه بينتقم مني. هتخليني اقول عليك عجزت بقى ولا ايه؟ وقمت اقط خيط وخيط. مريم ابوش قومي روحي وتعالي باكر نكمل حديثنا. حاضر، مع السلامه. مع السلامه. أقول ميسة؟ تفضلي، إيش تبني أقول؟ وأنت في خدمة الشنجعاني من 28 سنة وأكثر، أكيد تعرف النوايا الإسرار. لا 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 لا، كل شيء إلا إسرار عم الشنجعاني، ما أقدر أقول شيء بهالموضوع. قصدي أسأل عن أولاد الشنجعاني، أنا عرفت إنه عنده ولد اسمه مساعد وبنت اسمها نورة. مساعد ولده ريال كبير ماسك إدارة أعمال الشركة كلها. ونورة بنته الله يقومها بالسلامة الله يشفيها تعرضت لحادث وعندها حالة إعاقة، كل ما سافر مساعد ياخذ اخته معاه للعلاج. انزين مساعد ما تزوج ما عنده عيال؟ مساعد تزوج مرة واحدة وطلق، وبسبب الإشاعة اللي طلعوه على مساعد انه ما يقدر يبيع عيال. شلون؟
زوجته هي إيه اللي طلبت الطلاق، هي إيه اللي طلعت الإشاعة. زين ليش ما تتزوج مرة ثانية علشان تكذب الإشاعة؟ والله يا مريم يا بنتي بهالموضوع أنا ممكن أقول لك يا بنتي. هي أكيد طبعاً. الواقع يا مريم يا بنتي إن الإشاعة تقريباً كانت صحيحة، لأن مساعد تعرض لحادث سيارة اللي تعرضت فيها نورة للإعاقة. ليش نورة كانت معاه بالسيارة؟ بالضبط، وهو كانت إعاقته بعدم الإنجاب، ونورة الله يكون بعونها. وزوجتي بدل ما تقف معاه تتخلى عنه وتطلب الطلاق؟ صحيح. وبكذي مساعد يحس طول الوقت بالذنب، يحس إنه هو السبب في إعاقة أخته. هذا قدره مكتوب يا بنتي. إنزين ما في احتمال إن زوجة مساعد كانت حامل لما طلقها؟ ما أعتقد. شو اللي خليك متأكد كذي؟ يا بنتي يا مريم لو كانت حامل كان حافظت على الجنين بكل قوتها. تدرين ليش؟ ليش؟ لأن الجنين بيكون ولد مساعد خليفة شنجعاني، أكبر تاجر أخشاب ومقاولات في الديرة كلها، يعني بيكون الوريث الوحيد لثروة الشنجعاني. نظرية صحيحة، بس يمكن تبي تنتقم من زوجة مساعد وتخش عنا طفلها. ما أعتقد إنها تكون مجنونة لهالدرجة إن يكون عندها طفل من الشنجعاني. ولا تقول إيه صحيح، بس يا أبو عيسى ليش ينادون الشنجعاني في بومشاري؟ ليش ما يكون بومساعد؟ مشاري ولد العود. إيه صحيح، هو قال لي وكلمني عن مشاري. ما متزوج مشاري بعده، كان في الثانوية العامة، كان شاب صغير. عندش قصة كبيرة تدور براسك يا مريم. أنا في راسي دوامة، خيوط متشابكة، ماني قادرة أوصل لطرف الخيط. أشوفك باكر إن شاء الله. مع السلامة. في صوت خشخشة في صدرك يا أبو مشاري، لا تكون رجعت للتدخين مرة ثانية. دكتور، ما بقى بالعمر كثر ما مضى، خلاص يا الله حسن الخاتمة. حنا نحاول نحافظ على ما بقى لنا من صحة. ما تقولش الكلام ده يا راجل، انت لسه شباب. مش عاوز اي انفعالات، وياريت مساعد يمرني في المكتب ضروري. مساعد ليه الحين ما رد من السفر؟ حالة ابو مشاري مش مطمناني. حاضر، ان شاء الله اتصل فيه علشان نرد بسرعه. ايش فيكم التساسرون؟ ابدا، انا بساله على البنت الحلوه اللي كانت عندك الصبح النهارده، كمان بتقول لي قلبك تعبان. راحت؟ اي نعم عمي راحت، بس هذه تسال وايد عمي. من حقها تسال يا ابو عيسى. عمي ليش ما تقولها الحقيقه؟ ماني متأكد إنها هي. والعلامة؟ أنا ما شفتها يا أبو عيسى، وبعدين ما هي مشكلة، واحدة تعرف قصة الفراشة تروح توشم نفسها. بس أمي هذه ما عندها شيء يثبت أصلها وفصلها. أنا الوحيد اللي أقدر أثبت نسب الفراشة، وأنت عارف زين يا أبو عيسى مكان الأوراق والختم. وإذا قدرت أثبت إن مريم هي صاحبة الوشم الحقيقية، أبوصلها المعرفة أصلها وفصلها. يلا روح الحين روح، أنا تعبان بنام. حاضر على أمرك. مريم انت هني؟ شايبك اجازتك بعدها ما خلصت. مليت من قعدة البيت والذكريات والبحث عن الحقيقة. البحث عن الحقيقة؟ اي نعم يا نشمية، البحث عن الحقيقة.
احنا لما نسوي اي بحث عن اي شيء فاحنا نبحث عن الحقيقه. انا لما اسوي دراسه عن تصرفات وسلوكيات الاطفال اللي هني في دار الرعايه فانا ابحث عن الحقيقه. ولما الاستاذه ابتسام تطلب مني اني اسوي دراسه عن حاله صحيه لاطفال دار الرعايه فهي تبحث عن الحقيقه. ولما اقرا رسائل فاطمه هي تبحث عن الحقيقه، حقيقة وجودها، وأعرف من خلالها إنها حزينة، وحزنها أكبر من أي كلمات تنكتب على ورق. عرفت شلون الحين؟ إن إحنا طول الوقت نبحث عن الحقيقة. نبرة صوتك يا مريم فيها حزن كبير، مو حزن الوالدة الله يرحمها، وهم نظرة عيونك أحس فيها حزن كبير. مريم أنت إيش سالفتك بالضبط؟ وإيش حق جيتي عندنا الدار؟ سر الطفلة هو اللي خلاني إيه هني. لا تفهميني غلط، سر كل طفل موجود هني في الدار هو اللي خلاني إيه هني. الأسرار هذه مدفونة في قلوب وضماير اللي سواها، وما يعرفها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. سبحانه هو اللي قادر على كل شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام. عظم الله أجرك يا بنيتي. أجرنا وأجرك. مريم، شو اللي جايبك عندنا في المكتبة؟ عن اذنكم ديري بالك على اختك امي. ان شاء الله. ما قلتي لي شو اللي جابك عندنا هني في المكتبه؟ ليش ما تبين ازورك؟ بالعكس، هذه الساعه المباركه. بعدين احس المكتبه هذه صارت مثل بيت القديم، دائما احله. يا ليتك يا مريم تسمعين كلامي وترجعين للشغل هني مره ثانيه. ما اقدر يا اشواق، دار الرعايه الحين كل حياتي، وانت عارفه ليش. هذا ان شاء الله قدرتي توصلي لنا شيء. تعالي، شو اخبار الشايب؟ الشايب؟ اقصد شنجعاني بالسوالف الخاثرة. اتهقين هو صدق كان يحب امينة؟ قصده للحين تقول كذي. زين انت ايش دخلك بهالقصة؟ ما ادري، احس اني لي علاقة بالقصة. مريم، الريال مريض والوقت قاعد يمر بسرعة، انت لازم تسوين الشيء اللي قالك عليه شافي. شلون يعني؟ اسجل حق شنجعاني؟ ما يصير اسوي كذي. يا مريم خلينا نمشي الحين. هي بس الدوام للحين ما خلص. ما يخالف، اخذ اذن من فهد، ما راح يقول شيء. زين وشافي، ما تبي ترجعين له؟ شافي ريال طيب، اكيد ما راح يقول لي شيء. يلا يلا. بصراحه يا مريم هذا مو وقت زياره. انا بخاطري اقعد مع يمان شويه. 10 دقائق بس وبعدين توصليني سيارتي. حاضر. ان شاء الله. خلاص خليني قاعد مع الرجال شوي. يلا سلام. اسمعوا انا اخوك يا شافي، انا عارف ان كلامي هذا ما هو جديد عليك، لكني بتم اقول لك اياه مره واثنين وثلاث. يا شافي انت تكبر بالسن وزوجتك هم تكبر بعد، وانا الاوان تجيبون جهال عاد. انا هذه امنيتي في الدنيا ان اجيب جهال يا ساعد، لكن مريم ظروفها. هي ظروف أنا أخوك، إذا قلنا أن مريم كانت ظروفها أمها التعبانة والمريضة، لكن الحين ما لها غيرك أنت وبيتها. زين وشغلها؟ هم قال لي شغلها، شغلها طبيعي مثل كل الشغل يا أخوك، كل حريم لا يشتغلون، لكن شغلهم ما منعهم على الإنجاب. هي بس أنت يا سعد ما تعرف القصة. يا ليتك تقول لي عنها. شافي، أنا حاس أن في نقطة غامضة بحياتك وأنت ما قلت لي عنها، ويا ليت أسمعها منك بدل أسمعها من غيرك. طمن يا سعد، القصة هذه ما راح تسمعها من أي إنسان ثاني إلا مني أنا بس. لهالدرجة السر كبير؟ أي نعم لهالدرجة. أجل، يا ليت أسمعها منك وأنا أخوك. بيجي اليوم اللي بتعرف فيه كل شيء يا سعد.
آسفة يا مريم، ما قدرت يا عزيج. لا تأسفين إيمان، أنا عارفة الظروف. تجربة الموت تجربة صعبة، تودعين إنسان وأنتي عارفة إنك أنتي ما راح تشوفينه مرة ثانية. الموت علينا حق يا إيمان، الموت علينا حق، لكن الوداع صعب صعب، ما لحقت أودعه، الانفجار صار بلحظة، والأيام اللي كان موجود فيها بالمستشفى كان فاقد الوعي. تأكدي يا إيمان إن إحنا كلنا قلوبنا معاك. تذكرين يا مريم قبل كانوا يقولوا لي بطلقه، والحين يقولوا لي أرملة. فقدت زواجي مرتي، مرة بالطلاق ومرة بالموت. المهم يا إيمان أنت ديري بالك على نفسك وعلى صحتك، وإن شاء الله كلها كم شهر وتشوفين بنتك ولا ولدك يلعبون قدامك. الحمد لله على كل حال. يا ليت يا مريم تستوعبين اللي صار لك واللي صار حق إيمان، وتخلصين بسرعة بموضوع الشنجعاني. أنا لازم أخذها بالسياسة وبكل هدوء. لا يا مريم، لا ياخذك الوقت وانت تسمعين سوالف الشايب. انت لازم تعرفين شو العلاقة اللي تربط حياتك بالشنجعاني، ولا تنسحبين. انسحب الحين يا أشواك؟ الأقل بكيفك، أحسن بدل ما ينفرض عليك أمر واقع. أنا عارفة أني ماشي بطريق صح، وعارفة في الأخير راح أشوف كل الحقائق قدامي. يا ليت يا ليت يا مريم، أحسن بدل ما تصير فيك حالة نفسية مثل اللي صار في إيمان. إيمان مو قادرة تستوعب أنها أرملة. يلا أنا أذنك، مع السلامة. مع السلامة. أخوي فاضل هني عشان يتغدى معاي. ها فاضل، أشوفك راد مبكر اليوم، ما هي عوايدك؟ قلت نتغدى مع بعض؟ تصدق؟ هم أنا بعد قلت نفس الشيء. أها، يعني قلبك على قلبي. بس أنا حاسة إن عندك شيء ثاني تبي تقوله. أكيد وافقت تتزوج صح؟ لا يبا، أنا وين الزواج وين؟ عندي مفاجأة أحلى من كذي. في مفاجأة أحلى من سالفة زواجك؟ شوفي ورات. يبا يبا، الحمد لله على السلامة يبا. الله يسلمك يبا، يا هلا والله. بنيتي الحلوة، بنيتي الدلوعة. ألو، هلا أشواق، صدق؟ ألف الحمد لله على سلامتك. كرت عينك يا أشواق. معقولة ما نزور عمي أبو فاضل؟ الحين أنا وشافيني عندكم. الحمد لله على سلامتك، مع السلامة. فاضل جا بيتهم أخيرا؟ إيه، بس لازم نزورهم. أكيد يا مريم، هذا ما يبيها كلام. زين يلا قوم غير هدومك. بس على شرط. تشرط يا شافي. أول شيء نروح نزور الوالد والوالدة. ماشي نروح. أنت إيش عندك اليوم مستانسة؟ كل ما أقول شو لي حاضر وحاضر، أكيد واصلت شيء من الشنجعاني.
للحين نسولف عن أمينة. الظاهر قصة غرام كبيرة. بس اليوم في عذول دش السالفة وبيخرب قصة الغرام. عذول؟ اليوم؟ قصد السالفة اللي قصها علي اليوم. انزين، ومن الوجه الجديد اللي دش على قصة الشنجعاني؟ ولد مشاري عمره 19 سنة و20 سنة، آخر سنة ثانوية عامة. أمه حطتها يراقب أبوه في المستشفى وينقل لها كل أخباره، ومنع أمينة من زيارة الشنجعاني. شقت أضحك؟ الظاهر إن شنجعاني هذا مؤلف كبير، إليه ما يكتب القصص الحقيقية هذه اللي قاعد يقولها لك ويبيعها في السوق. الظاهر إنه قاعد يجرب موهبته فيك. تطنس شافي؟ أنا ما تطنس يا مريم، بس الظاهر أنت ما أنت مقتنعة إن هذا رجال كبير ويقط خيط وخيط وما يثبت شو يقول. لا، مثبت كل شيء وأشوف كل هذا بعيونه وهو يطالعني. إنزين ليه ما يقول لك القصة كلها الحقيقية وفكنا ويخلصنا؟ ليه العضلة هذه كلها وش الهدف منها؟ أكيد في هدف معين، شنو ماني عارفة. أنت ليش ما تقوم تغير هدومك عشان نروح حق الجماعة؟ ماكو فايدة، راسك يابس يا مريم. المهم في كل الأحوال جيبي لك مسجلة صغيرة وسجلي كل كلام الشنجعاني، لأن متأكد أنا في أي لحظة ينسى كل كلمة قالها. قايلت لك ماني مسجلة شيء. كيفك أنت حرة. شو سوي يا مريم يا بنيتي؟ فرصة أنكم زرتونا اليوم، ولا أنا دارية إحنا زيارة ثانية عقب شهر ولا شهرين. شافي ترى أمك تعاتبك. لا تزعلين يا مريم، ترى هذه لهجة عتاب على ما يقولون لك الرقيقة. تبون خالتي هذا من حقها. أقول مريم وش رايك نجي لأمي كل يوم هني في البيت صبح وليل صبح وليل لما تبل منه وتطرد له. أنا ما عندي مانع. أنا مشافي إن ما شالتكم الأرض عيوني تشيلكم، أنا من منكم. تسلم عيونك يا خالتي. لا ما شاء الله ما شاء الله، اليوم مريم أنت غير غير. عسى الله يديم عليكم سعادتكم وراحة بالكم. آمين يا رب العالمين، ونشوف برعانكم يلعبون حولنا عن قريب إن شاء الله. إن شاء الله بتحقق أمنيتك. ليش تطالعوني؟ أنا ما قلت شيء. البنية مو زعلانة. إيوه مو هذا اللي تبينه أنتي. خلاص أنا أقول لك، أقول لك مريم اليوم غير. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حيا الله من يوم. عمي يحييك. تفضل. بعد فضلك. تفضل. مشكورة يا بنتي. ما شاء الله عليك يا عمي. من رجعت وانت معنوياتك مرتفعة. شلون؟ أحسن من قبل. أحسن من آخر مرة شفتك فيها في الشالة. أوه أيام الكعبة. الله يردها. أقول يبغى. نعم. ترى أنا شاك فيك. شكلك متزوج برا الكويت. اسمع اسمع الحجي، لا يبا ما تتزوج. وإذا بغيت أتزوج أتزوج من الديرة، واللي يخطبون لي ها مريم وأشواق. بس كذي عمي أنت تامر. الله الله. أطع عليك هو. أنت بس أشر والعروس يكون عندك. الله الله الله. العروس أنت يا بنتي، أنت العروس. أنا أفرح وأحس بالسعادة لما أزوجك وأشوفك ببيتك. شوف أنت يلا ترى طولتها، يلا تزوج أبي أشوف عيالك. ردت علي أنا يبوه. شوف عد إن ما تزوجت ترى أرجع للكآبة. لا 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 يحوشك الحين أتزوج يا فهد. لا 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 يا مريم، انت الليله رائعه. بس الليله؟ الليله وكل ليله. انت في نظري يا مريم اجمل وحده في الدنيا عندي. الله، لكن اليوم غير غير مثل ما قال الوالد. انا حاسه اني اقرب من الحقيقه، وكل ما اقرب احس ان نفسيتي صارت احسن. تدري وش ودي اسوي يا مريم؟ شو ودك؟ ودي اروح حق هذا اللي اسمه الشنجعاني واروح للمستشفى ولا فز قوم اهدده قول الحقيقه ولا ترى يا ويلك.
تدري ليش؟ ليش؟ عشان هالابتسامة هذه تظل دائما مشرقة. لا الله يخليك، لا تهدده ولا شيء. اخاف يصير في شيء بعدين كشفت السرقة. لا 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 يا معود، خلينا على الابتسامة الحلوة هذه، كافي دوم ان شاء الله. يا الله عسى الله يغير علينا ان شاء الله. شنجعان يضرج اول ما صحى من النوم سأل عنك. صحته شخبارها؟ مهي زينه، صدره تعبان، البارحه ارتفعت درجه حرارته. الاطباء شو يقولون؟ ماكو الا ندعي له بالشفاء والرحمه، سرطان الرئه اللي عنده حاله متاخره. تفضلي وهو ينضرج. سلامات. الله يسلمك. بويسه قال لي البارحة حرارتك كانت مرتفعة. ايه انا ريال مثل السيارة القديمة، اعطالها وايدة. لا انت الخير والبركة. تعالي يا مريم. اسمك مريم صح؟ أول مرة تناديني باسمي. اسم مريم حلو جميل، على اسم أمي الله يرحمها وغمد روحها لينا. تعالي قاعدي يمي. أنا عارف طيب انت عارفين اللي صار لي مع أمينة. بالأول أبي أطمن على صحتك. وأنا لازم أتطمن على ضميري، أموت وأنا مرتاح البال. لازم أكمل السالفة. بسم الله عليك. بس أكيد أنا بعرف النهاية. النهاية الحياة ما لها نهاية، الحياة خطوط متواصلة، حتى الموت ما له نهاية، الموت بداية مرحلة جديدة ما يعلم فيها إلا رب العالمين. قول لي شو اقول غير الشنجعاني او بمشاري؟ قولي يدي، قولي يدي. اكيد لو بساعد ولدي متزوج كان الحين عياله بيكونون كبرج. قولي يدي. مثل ما قلت لك ام شاري الله يرحمها ويغمد روحها لينا حاولت بشتى الطرق تبعد امينه عن المستشفى وخلت ولدي مشاري الله يرحمها ويغمد روحها لينا خلته يراقبني ويمنع أمينة إنها تدخل غرفتي. وفعلا مع الوقت قدرت أم شاري تنجح مسعاها. أمينة ما كانت تزور غرفتي إلا دقائق قليلة، وشوي شوي قل اهتمامها فيني وابتعدت عني شوي شوي. طبعا علشان مشاري كان موجود
وحتى مشاري لما تركني هم أمينة ما قامت تجيني. وفي يوم وقبل لا أطلع من المستشفى بأسبوع اكتشفت غياب أمينة. يكون المسكينة طلعوها من الشغل؟ ابعدوها، انقلوها المستشفى ثاني. وانا تألمت وايد لأنها ما ودعتني. وطلعت من المستشفى وانشغلت بتجارتي وحياتي، غابت عن الذاكرة، نسيتها. كل الحب الأمينة تنساه بهالسرعة؟ حب؟ من قالش كنت أحب أمينة حب رجل لامرأة؟ عيل اهتمامك هذا كله فيها ليش؟ وجودها في ذاكرتك طول هالسنين إيش معناه؟ أمينة مهي موجودة بالذاكرة بس يا مريم، أمينة محفورة بالذاكرة بالضبط مثل الوشم اللي على كتفك. لكن حبي لها مو حب رجل لامرأة، كنت أحبها مثل بنتي، أحب التزامها بعملها وإخلاصها وتفانيها. كل هذا يخليها محفورة في ذاكرتك مثل الوشم اللي محفور على كتفي. يا عمي يا شنجاني أنا ما نفهم شيء، قاعد تقص علي قصة ولا روميو وجولييت وفجأة تقولي إنها بنتك؟ كلام أنا ماني فاهمته. بتفهمين لما تعرفين بقية القصة. بقية القصة؟ ويا القصة لها بقية؟ عقب ما غابت أمينة عن ذاكرتك ونسيتها؟ إيه يا مريم، القصة لها بقية، بقية محفورة في القلب تخليني ما أعرف أنام للحظة هذه. أقوم من أحلى لحظة وأحلى نومة، أقوم خايف ومفزوع من عقاب رب العالمين. أبو عيسى أبو عيسى تعال بسرعة. سيستر يا بنتي يا مريم، لو تستريحين برا ترى أحسن شوية. تحسن حالته الصحية أنا أتصل فيك. إيش فيك يا شنجعاني؟ بتموت وتروح مني قبل لا توصلني لأول الخيط اللي بوديني للحقيقة. أدري إن قصتك هذه وراها سر كبير، بس يا ليتك تقول لي قبل لا يفوت الفوت. يا ليت. يلا بنات استعدوا سوي البروفات، نسمع جديد ونبدأ. يلا وقف استعداد. Thank you.
استاذة مريم. هلا حبيبتي فاطمة. أشو إنش ما نسيتيني. وفي أحد ينسى فاطمة؟ شخبارك؟ أخباري زينة. ها عسى مقالاتي عجبتك. قولي على مقالاتك خواطر، وخواطرك أروع ما يكون. الحمد لله، يعني بتساعديني أدش كلية الإعلام وأرسل الصحافة؟ أنا بساعدك في كل شيء، بس أنت شدي حيلك في الثانوية العامة. قولي لي، جهزتي اللي بتقولينه بالحفلة؟ إيه أبلة، بيا بيش تشوفينا عن إذنك. تأخرتي وايد يا مريم، ما أدري إيش فيك الأيام قمت تتأخرين. عسى ما شر. ما شر، ما في إلا الخير. أنت استعجلتي وقطعتي إجازتك. في أشياء وايدة لازم أسويها، وأخاف الزمن يسبقني مثل ما سبقني وماتت أمي من غير ما أكون يمها. اسمحي لي عاد يا مريم، هذه لهجة تشاؤمية. وبعدين لا تزعلين مني إذا قلت لك إن اهتمامك بالدار مو مثل الأول. ما أدري، أحس إنه قل شوي. معقولة؟ يعني أنا مقصرة؟ أنا آسفة يا مريم، بس أنا حبيت أنبهج. زين سويتي، مهما كانت ظروف الإنسان ما لازم يقصر بشغله إلا إذا كان في شيء يشغل باله. صدقتي يا نشمية مريم، الواحد إذا احتفظ بمشاكله وهمومه داخله يتعب ويمرض، وكل إنسان بهالدنيا محتاج لصديق، وإذا اعتبرتيني أنا صديقتك بكون في قمة السعادة. أنت فعلا صديقتي. أي ليش ما تقولين لي شو اللي شاغل بالك؟ بقول لك، وأكيد بيجي الوقت المناسب وأقول لك على كل شيء.